ومرحبا بكم في حلقة جديدة من جارية جاري. عندنا ضيف ملتزم ومسلم. الراب واش مهنه؟ واش كتقدر تعيش منها في المغرب؟ كتدخل شويه فلوس ولكن ماشي باش تعيش. الراجل بحال الفاس في المغرب فيما كان كيحفظ. عندي واحد البوتيك صغير ديال الحوايج، بان شي حاجه هكذا شي بيعه وشريها شي في ما جات فهمتيني. نكذب عليك. الناس الكل تسمعك يولي عندهم هما لي رابور سي كوميرسيال. شفت لي رابور ديما كاينه بيناتهم واحد الحساسيه، واحد اي ميدان تدخل يا تجيب العز يا بلاش ما تبقى تضحس على الناس. شوين هاد الشعر؟ جيب العز وقالوا لي واش عجبك فيها. موعدنا كل جمعه مع جاري يا جاري باش نقربوا اكثر من جيراننا.